وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام، تكلمنا عن الأخلاق في كتاب الله عز وجل، أخذنا شيئا منها، والآن نتكلم عن حث السنة النبوية على الأخلاق. حقيقة نحن أخوتي الكرام، يعني إذا قلنا نحن في أزمة أخلاق فهذا كلام صحيح غير مبالغ فيه، لأننا في أزمنة حقيقة الذي يطالع الناس ويطالع الواقع يجد فعلا أن الناس أو أن أكثر الناس أو بعض الناس تخلوا عن كثير من الأخلاق الإسلامية التي أمر الله تعالى بها، والتي بها يكون الإنسان إنسانا. أقول أخوتي الكرام أن السنة النبوية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتلأت أيضا بالحث على الأخلاق وبيان مكان صاحب الخلق الكريم، وكذلك زجر من تخلى عن هذه الأخلاق. من هذا ذلك يا أخوتي الكرام، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أثقل شيء في ميزان الإنسان يوم القيامة حسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما في شيء أثقل في ميزان الإنسان يوم القيامة من حسن الخلق، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يتخلق بالخلق الحسن وأن يتجمل به وأن يعمل به قولا وعملا. كذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. يعني أقصد إخوتي الكرام، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبين مكانة حسن الخلق، وكيف يشوق الناس لأن يعني يتصفوا أو يتحلوا بالأخلاق الكريمة. يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أثقل شيء في ميزان الإنسان يوم القيامة. كذلك يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق سببا من أسباب دخول الجنة. عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. كذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم إخوتي الكرام صاحب الخلق الكريم بمقام رفيع ونيل منازل رفيعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الكريم يبلغ درجة الصائم القائم، يعني الذي يصوم في النهار ويقوم بالليل. صاحب الخلق الكريم يبلغ هذه الدرجة بخلقه إذا تخلق بالأخلاق الكريمة ابتغاء مرضات الله وتحلى بها وقال بها وعمل بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا والله أخواني من الحث الشديد على من قبل السنة أو من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم للتحلي بالأخلاق الكريمة. كذلك وجدنا العجب العجاب إخوة الكرام يعني من حث السنة على الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعهد ببيت حول الجنة لمن ترك المراء أو ترك الجدال وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وبيت وإن كان مازح حتى لو كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت، يعني أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني حول الجنة، يعني لك قصر فيها أو حول الجنة لك قصر هناك. لمن ترك المراء وإن كان محقا، المراء والجدال وإن كان معه الحق. كذلك تعهد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذه قضية الكذب يا أخواني، قضية الكذب والمزحة، حتى المزحة مزحة الكذب تكتب على الإنسان،
ما في في الإسلام كذبة بيضة وكذبة سودة. الكذب كله أسود، حتى لو مزح الإنسان يا إخواني وهو مازح بالكذب تكتب عليه. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أحد الصحابيات، لا يحضرني اسمها الآن، فوجدها تنادي ولدها تقول له ها تعال أعطيك أو أعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. قال أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، يعني حتى لو كانت تتمازح. ولذلك نقول إخوتي الكرام أن الكذب بالمزاح والغشمرة كما نقول هذا يكتب على الإنسان. الكذب كله حرام والكذب كله أسود، ما في كذب أبيض. ما أذن الشرع وما أذن الله تعالى في الكذب إلا في ثلاث مواضع: في الصلح بين الرجل وزوجته، في الصلح بين اثنين، وفي الحرب. هذه المواضع الثلاثة أذن الشرع بأن الإنسان يكذب فيها، أما غير ذلك فلا يجوز الكذب حتى لو كان الإنسان مازحا. يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضمن للإنسان المسلم بيوتا ثلاثة أو قصورا ثلاثة: بيتا أو قصرا في حول الجنة لمن ترك المراء وإن كان حقا ومحقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شوف، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا يا شيخ إخواني الكرام وأخواتي الكريمات لا شك أنه حث شديد جدا على التحلي بالأخلاق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس، سبحان الله، ما يعني ما أحلى توجيهات الكتاب والسنة في الأخلاق بالذات وفي كل شيء، لكن في الذات بالذات في الأخلاق. وخالق الناس بخلق حسن، لأن كما أسلفنا في حلقة مضت بأن الإنسان يا أخواني يحب من أحسن إليه حتى وبالكلام، حتى لو تكلمت معه بأدب يحب ذلك. أما الإنسان لو تكلم معه إنسان آخر بالزجر والغضب فإنه لا يحب ذلك. ولذلك نجد أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نجد أيضا كذلك يا إخوتي الكرام، تعالوا إلى الأخلاق عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا إخواني كانوا يقرؤون الأوامر الربانية أو الإلهية والنبوية في الأخلاق مثلا، يعني كانوا يقرؤون في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لكن الصحابة يعني يزيدون على الناس بأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا كريمة تمشي أمامهم، كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عنه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، كأنه قرآن يمشي بين الناس في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يمتازون عن الناس بأنهم كانوا قرأوا أو يقرؤون عن الأخلاق ويرون الأخلاق يعني عمليا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس هذه الأخلاق أمامهم، كان يعفو عن الناس ويعرض عن الجاهل ويعفو ويرحم المسكين ويصل القريب ويعاون المحتاج، وكل ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يرونه. ولذلك أقول عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وأنس رضي الله عنه يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا،
عليه الصلاة والسلام، يعني خير الناس أحسن الناس أخلاقا. يعني تعال إخوتي الكرام انظروا إلى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه وهو يمارس الأخلاق والصحابة يرون ذلك. تعرفون قصة الأعرابي الذي بال في المسجد؟ أعرابي بال في المسجد. الآن نحن لو وجدنا شخصا يبول في المسجد أجلكم الله وجل الله جميع السامعين، يعني يتبول على مثلا على فرش المسجد، ماذا سنفعل به؟ أعتقد أن الناس سوف يقطعونه، لا يقتلونه فقط إنما سوف يقطعونه. أعرابي يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهم الصحابة بضربه، كيف يبول في هذا المكان ويمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى خلقه عليه الصلاة والسلام مع المخطئ، خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ، وأي خطأ؟ خطأ كبير، خطأ كبير. فيهم الصحابة بضرب هذا الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله، فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعهم ويقول لهم دعوه، لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتركوه حتى يتم بوله أجلكم الله. ثم أمر الصحابة بغسل البول، ثم استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له عليه الصلاة والسلام بأن هذا المكان الذي هو المسجد لا يصلح لمثل هذا القدر، إنما هو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما كان من هذا الأعرابي الذي أعجب بخلق هذا النبي الكريم وبهذه السماحة مع هذا الخطأ الكبير، أعجب بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجه إلى الله، في بعض الروايات توجه إلى ربه داعيا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. كأن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، يعني ضيقت رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك انظروا إلى المثل الآخر، يعني احنا نقول حتى حسن الخلق مطلوب حتى مع المخطئ، وأي خطأ؟ حتى الذي يرتكب الخطأ الكبير، يعني الإنسان سبحان الله إنسان بشر ليس معصوما، المعصوم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، عصموا من الخطأ، حفظهم الله من الخطأ. أما بقية البشر فإنه معرض للخطأ، كما جاء الحديث: كل بني آدم خطاء، كل صيغة عموم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فجاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، شاب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله إذن لي في الزنا، يعني اسمح لي، يريد أن يأخذ إذن من النبي صلى الله عليه وسلم ليزني. انظر، ولذلك الصحابة هموا بتأديبه لأنه لم يتأدب مع رسول الله، جاء إلى سيد الخلق، إلى رسول رب العالمين يقول له ذا الكلام، يقول له: أعطيني إذن لأزني والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يا معشر الدعاء ويا طلبة العلم ويا معشر الناس أجمعين، انظروا إلى خلق رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا أسلوب التربية كيف رباه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزنا، يريد الزنا يعني يريد إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قام عن رسول الله إلا والزنا والمنكرات، هذه هي أبقض شيء إليه. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترضاه لأمك؟ يعني أنت تريد الزنا لتزني ببنات الناس ونساء الناس، هل ترضاه لأمك؟ قال: لا لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له: أترضاه لأختك، لخالتك، لعمتك؟ وفي كل هذا يقول الرجل أو هذا الشاب يقول: لا لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم ولا لعماتهم ولا لبناتهم. ثم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدر الشاب ويدعو له: اللهم طمن قلبه وحصن فرجه،
إلى آخر الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. وما قام الشاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام إلا وهو يبقض هذه الأشياء، قد طهر الله تعالى قلبه من حب الشهوات المحرمة. يعني هذه أخواني، هذه دعوة لمن تسول له نفسه بأن يقتحم أعراض الناس. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج الأمر. هل يرضى هذا الذي يفعل هذا؟ يرضى هذا لأهله؟ ما في أحد يرضى، مستحيل، ما في أحد يرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الشاب بخلقه الكريم عليه الصلاة والسلام، ولذلك كسبه، يعني هذا الشاب كسب النبي صلى الله عليه وسلم، كسب الشاب، وخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في قلبه أي شيء من حبه لهذه الشهوات المحرمة. نحن أخوة الكرام نتكلم عن الخلق وحسن الخلق، وهذه الأخلاق التي تظهر على الإنسان، وهذه الأخلاق الكريمة أو الأخلاق الرديئة التي تظهر على الإنسان. نريد أن نعرف الخلق، ما هو الخلق الحسن أخوة الكرام؟ الخلق الحسن هو سجية الإنسان وطبيعة الإنسان التي خلقه الله تعالى فيها، يعني هذه الطبيعة التي خلق عليها الإنسان. الأخلاق غرائز مغروزة في الإنسان، تظهر بالاختبار. هذه الأخلاق غرائز يعني مغروزة في الإنسان، تظهر في الاختبار. عند مثلا يعني عند يعني إذا أردت أن تجرب الإنسان فانظره إلى وقت الغضب، في حال الغضب هل هو يمسك غضبه؟ ليس الشديد بالسرعة، يقول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، يعني ذاك الشديد فعلا، ليس الذي يكسر ويضرب يعني يظهر العضلات. الشديد في يعني عند في الشرع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي إذا غضب حاول أو استطاع أن يحوي غضبه وأن يمنع غضبه من أن يتصرف التصرف الهوجاء. فكم من إنسان يا أخواني يظهر في البداية أنه حليم ووديع وطيب وأخلاق، لكنه إذا غضب تبدل ذاك الشخص إلى شخص آخر، أو إذا أخطأ في حقه أحد عياذا بالله تعدى الحدود في ضربه، في الإساءة إليه، في الكلام عليه، في التهجم، في طعن فيه، في الهمز والغمز، في كل شيء. فالأخلاق حسن الخلق هذه طبع في الإنسان وطبيعة الإنسان، هذه سجية الإنسان. إذا صح التعبير أيضا نقول هي هيئة وحالة راسخة في الإنسان تظهر يعني عند الاختبار. هذه حالة راسخة في الإنسان تصدر عنها أفعال، يعني هيئة في الإنسان تصدر عنها الأفعال. الأفعال هذه قد تكون حسنة أو قد تكون والعياذ بالله سيئة. فإذا كانت هذه الأفعال حسنة سميناها حسن الخلق في شرع الإسلام. نواصل معكم أخوة الكرام هذه الحلقة وهذا الموضوع إن شاء الله في حلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم